صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام وادي دجله الساعه 7:30 بالليل هنا على ملعبنا في الجوله الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز. وادي دجله بيدخل ماتش النهارده وهو في المركز ال11 برصيد 4 نقط بعد ما اتعادل وكسب وخسر في الثلاث ماتشات اللي لعبهم، وفريقنا بيدخل الماتش وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقط بعد الجونه المتصدر قبل الجوله دي برصيد 11 نقطه، لكن بنفكركم ان فريقنا متاخر بماتشين عن الجونه المتصدر، وبنفكركم كمان بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد ما كسب الاتحاد السكندري في الماتش الاخير بنتيجه 4-0 في مباراه انتصرت فيها الكره الجماعيه واللياقه البدنيه العاليه وكمان الصبر على الضغط اللي شفته، يعني كان ضغط عالي بلا هدف من بدايه المباراه بالنسبه لفرقه الاتحاد السكندري. وكمان موسيماني كسب ماتش تاني بره الملعب على ابراهيم حسن اللي شكك في اداء النادي الاهلي وكورته الحلوه وان هو ما كانش يستحق الفوز بالبطولات الثلاثيه اللي حققناها الموسم اللي فات، وخرج موسيماني كسبان المباراه الثالثه على التوالي والمباراة الثانية على التوالي على الاتحاد السكندري اللي كسبناه بنتيجة 2-1 في مسابقة كاس مصر. النهاردة هيكون عندنا منافس جديد هو وادي دجلة اللي بيلعب ماتش النهاردة وهو لعب 3 ماتشات بس في المسابقة زينا بالظبط. فريق وادي دجلة بدأت الموسم بالتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 وبعد كده كسبوا المقاولين 2-1 وأخيرا في المباراة اللي فاتت خسروا من سموحة بنتيجة 1-2. الفرقة اللي بيقودها المدرب بابا فاسيليو المدرب المخضرم، الحقيقة احنا خسرنا منهم ماتش وحيد بس عبر التاريخ كان سنة 2016 بهدف دون رد. الفرقة دي كسبناها الموسم اللي فات رايح جاي بنتيجة 2-0 و3-0، لكن الفرقة الموسم ده بتقدم كرة مختلفة وكرة هجومية اعتمادا على الثلاثي الهجومي المميز بتاعهم صلاح أمين وأمير عادل وكمان معاهم حسام عرفات. طبعا هنرجع لكم ان شاء الله تاني يوم الثلاث الجاي قبل ماتش سونيديب في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا بعد ما حسمنا مباراه الذهاب بهدف دون رد، لكن النهارده احنا في تغطيه خاصه جدا لمباراه وادي دجله من هنا من ملعبنا. استنونا على كل حساباتنا على السوشيال ميديا التابعه لقناه الاهلي ويلا يا اهلي.